الإنجليزي لبعض الناس هو أسهل مادة، مش بتحتاج مجهود ولا وقت كبير للمذاكرة، وسهل يجيب فيها درجات. بالنسبة لناس تانية الإنجليزي هو العقدة اللي مش لاقيين لها حل. لو أنت من النوع التاني فأنا مقدر خوفك من الإنجليزي ومقدر خوفك على مستقبلك، وعايزك تطمن أنا جايب لك الحل. في الفيديو ده هقولك إزاي تذاكر الإنجليزي بشكل منظم يخلي الموضوع يكون سهل عليك، سواء كلمات أو قواعد أو حتى في الحل. دوري هينتهي بمجرد ما تقفل الفيديو، وهيبدأ الدور الأهم وهو دورك أنت. التزم بالكلام اللي هقوله لك وهتلاقي نتيجة تفرحك، أو كسل ووعدك مش هتستفيد أي حاجة. كل الناس بتدور على أسهل طريقة لمذاكرة الإنجليزي، بس أنا مش هتكلم عن الطريقة السهلة، أنا هتكلم عن الطريقة الصحيحة. والطريقة الصحيحة علشان تتعلم حاجة جديدة دايما بتكون إنك تتعلمها بالطريقة الصعبة مش الطريقة السهلة. اللي بيجي بسهولة بيتنسي بسهولة، إنما الحاجة اللي بتتعب في مذاكرتها وتدي لها حقها عمرك ما هتلاقي مشكلة فيها. وبما إنك فتحت الفيديو يبقى محتاج تعرف إيه هي الطريقة الصحيحة دي. في البداية لازم تفرق ما بين اللغات وما بين باقي المواد. اللغات ليها ترتيب في التعلم والمذاكرة، لو ما مشيتش عليه هتلاقي إن أنت عادة بتلبس في الحيطة، إنما بخلاف اللغات بتلاقي إن المواد التانية بتبقى شبه مستقلة عن بعضها كل سنة، فمش محتاج قوي إنك تبقى مذاكر اللي أخدته السنة اللي فاتت علشان تعرف تسلك فيها. سواء اتفقت أو اختلفت معايا فالإنجليزي هو أسهل مادة تاخدها، لأن المادة الوحيدة اللي ما فيهاش جديدة كل سنة بخلاف الكلمات. القواعد هي الأسئلة بتكون شبه بعض، القطعة والترجمة بتمتحن عليهم بنفس الطريقة كل سنة، فأنت مش بتدرس إنجليزي جديد، أنت بتاخد اللي أخدته قبل كده. ممكن أزود لك عليه كام تفصيلة صغيرة في كل قاعدة أو حتى أسيبها لك زي ما هي من غير أي زيادات. طيب ليه مستواي مش بيتحسن وعلى حسب كلامك المنهج هو هو؟ إجابة السؤال ده هو الطريقة اللي بتذاكر بيها الإنجليزي. الإنجليزي لغة مش مادة، فلما تيجي تذاكره ذاكره بمبدأ إن دي لغة، هدفها إني آخد جملة بالعربي وأقدر أعبر عنها بالإنجليزي والعكس. والأدوات اللي بتحتاجها عشان تعمل كده هي الكلمات والقواعد اللي أنا أصلا مديهم لك في كل واحدة من المنهج، وأنت عليك إنك تاخد الكلمات دي وتبدأ ترتبهم مع بعض باستخدام القواعد، فيطلع لك سياق أنت بنفسك اللي عامله. والموضوع ده بيتعمل على 3 خطوات، الأولى هي حفظ الكلمات، التانية مذاكرة القاعدة، التالتة تجمع الاتنين مع بعض في جملة. فكل خطوة من التلاتة بتلاقي أحيانا شوية مشاكل بتظهر معاك، مش بتعرف تحفظ الكلمات، بتنساها بسرعة، مش بتعرف تستخدمها، ونفس الكلام ينطبق على الجرامر. فالنهارده هقول لك ازاي تذاكر الانجليزي بطريقه تخليك تحل كل المشاكل دي. حفظ الكلمات بيكون على 4 خطوات، الاولى اقرا الكلمات كتير جدا على الاقل خالص 4 أو 5 مرات قبل ما تبدا في الحفظ، واقراها بصوت عالي مش في سرك او بعينيك. ولو مش عارف تنطق كلمه معينه ادخل على اي برنامج ترجمه واسمع بتنطق ازاي، مش شرط تعرف تنطقها زي البرنامج، بس على الاقل لسانك يعرف يقولها باي شكل. دي اهم خطوه في حفظ الكلمات فلازم تعملها، وما تخافش من انك تنطق اي كلمه بتحفظها، لازم تنطقها، ما ينفعش تحفظها كتابه بس. وما تفتكرش ان ده هيضيع لك وقتك، بالعكس ده هيخليك تحفظ اسرع واحسن كل مره بتقرا فيها الكلمات. وبالمناسبه الطريقه دي مش بس على الانجليزي، بالعكس الطريقه دي انت المفروض بتعملها في اي ماده بتذاكرها، بتقرا الدرس الاول بعد كده بتبدا ان انت تحفظ. تاني خطوه قسم الكلمات بتاعتك لمجموعات، امسك كل مجموعه لوحدها اقراها مرتين كمان، بعدين اقرا كل كلمه لوحدها وحاول تكتبها كتير، وهكذا مع باقي الكلمات. بعد ما تعمل كده ابدأ راجع على الجزء اللي انت حفظته، اقرأه تاني وابدأ ادخل على الجزء اللي بعده. تاني خطوة بتقسم الكلمات بتاعتك لمجموعات، امسك كل مجموعة لوحدها اقرأها مرتين تاني، بعدين اقرأ كل كلمة لوحدها وحاول تكتبها كتير، وبعد ما تعمل كده ابدأ اقرأ الجزء اللي انت حفظته لحد دلوقتي. الخطوة الثالثة بقى وهي تاني يوم، تاني يوم امسك الكلمات اللي انت حفظتها امبارح اقرأها كلها تاني، اقرأ الريدنج اللي عندك في الكتاب ويعلم على الكلمات اللي كانت جديدة عليك في اليونت، علشان لما تيجي تراجع بعد كده تبقى عارف المفروض تركز على ايه بالظبط. رابع خطوه حل كتير جدا من غير مساعده. يعني ايه من غير مساعده؟ يعني من غير ما تشوف فيديوهات حل. ليه بطلب منك كده؟ لان اللي بيعتمد بشكل اساسي على ان هو يتفرج على حد بيحل قدامه ومش بيحاول يطبق بنفسه او مش بيحاول يحل لوحده، عامل زي اللي كل ما يقع في مشكله يروح لحد يحلها له، فهو فاهم الشخص ده ازاي حل المشكله، بس هو لو وقع في مشكله تانية مش هيعرف يتصرف لوحده. فلازم انت تتعود من دلوقتي انك تحل لوحدك الاول من غير ما تشوف فيديوهات حل. ممكن تخلي فيديوهات الحل دي لمجرد المراجعه، بس انت قبلها تكون حالل كل الاسئله، وبعد ما تحل علم على كل سؤال تغلط فيه وعلى كل كلمه جت قدامك ومعرفتش ترجمتها، وامسك الكلمات دي اكتبها في كشكول صغير وخليه معاك، ده برضه هينفعك لما تيجي تراجع. اما مشكله النسيان اللي الناس بتعاني منها فدي مشكله طبيعيه، مفيش حاجه بتحفظها الا والحاجه دي لازم تتنسي. طيب اعمل ايه عشان ما انساش؟ كل اسبوع امسك الكلمات اللي انت حفظتها، افتح الكتاب بتاعك وابدا اقراها، مجرد بس قرايه، اقراها مره واحده، هتلاقي ان انت كل اسبوع عمال تقراها فهيبقى صعب قوي انك تنساها. القواعد فيها مشكلتين،
الأولى إن القاعدة مش بتعتمد على الحفظ بس ولا على الفهم بس، لا بالعكس لازم الاثنين مع بعض. ولو هنرتب الأولويات فأنت الأول بتحفظ، وبعد كده عشان تحسن من حفظك للقاعدة بتبدأ تحل عليها، فبيبدأ استيعابك وفهمك ليها يزيد. لو فاكر إن الفهم لوحده كفاية وبتعتمد على مبدأ إن ده شخص حافظ مش فاهم فهو أكيد مش شاطر، فده أكبر غلط. لازم تحفظ القواعد زي اسمك، وهتلاقي إن في أوقات كتير مش بتكون محتاج تفهم الجملة على قد ما أنت محتاج تبقى حافظ القاعدة. وهنا أنا مش بقولك ما تفهمش القاعدة، بالعكس أنا بقولك إنك هتفهم أكتر لما تحفظها. المشكلة التانية هي الزيادات. بمعنى إيه الزيادات؟ بمعنى إن علشان أكون جملة فالجملة دي لازم يكون ليها زمن، حتى لو القاعدة بتاعت الدرس نفسه مش بتتكلم عن الأزمنة. تلاقي إن في حرف جر حتى لو القاعدة مش بتتكلم عن حرف الجر، تلاقي إن الجملة فيها صفات حتى لو اليونت مش بتتكلم عن الصفات. وهنا هيجي دور الترتيب اللي قلت لك عليه في الأول. ما ينفعش تبقى متعرفش تستخدم الصفات، ما ينفعش تبقى مش عارف يعني فعل مساعد، ما ينفعش تبقى مش عارف يعني verb to be. أساسيات بسيطة لازم تكون عندك عشان تعرف تتعامل مع الجمل الكبيرة اللي بتشوفها في الامتحان. اليوتيوب مليان كورسات في القواعد، لو التزمت مع واحد منهم أي واحد وصبرت شوية مشكلة القواعد هتتحل. لحد دلوقتي برضو أنا لسه مش عارف المفروض أذاكر القاعدة إزاي. هنعمل زي ما عملنا مع الكلمات. الأول هتمسك القاعدة تقرأها كلها الأول، امسك الكتاب بتاعك أو الملزمة أيا كان الحاجة اللي أنت بتذاكر منها، اقرأ القاعدة كلها بالأمثلة بكل حاجة مرة واثنين وثلاثة. تاني خطوة ابدأ احفظها، وانت بتحفظها اتقمص دور المدرس وابدأ امسك ورقة وقلم واشرح القاعدة دي بأمثلة على الكلمات اللي انت حفظتها في نفس اليونت. هتبقى كده انت بتذاكر القاعدة وفي نفس الوقت بتعمل أمثلة على الكلمات اللي انت لسه حفظها من شوية، فكده انت بتضرب عصفورين بحجر واحد. الخطوة دي مهمة. المدرسين لما المنهج بتاعكم بيتغير هو بيعتمد على حتة ان هو هيشرح الكلام ده لطلبة، فلما بيشرحه مرة واثنين الكلام ده بيلزق في دماغه مش بيطلع تاني مش بيتنسي. فافضل حاجة تعملها علشان تفهم بيها اي درس سواء انجليزي او غيره انك تشرحها لحد. هتقول لي انا مش معايا حد اشرح له، انا بتكسف، اقعد لوحدك امسك ورقة وقلم وبصوت عالي ابدأ اشرح القاعدة اللي انت لسه حافظها. لو عرفت تشرحها اوعدك ان القاعدة دي عمرها ما هتتنسي. الخطوة التالتة اقرأ برضو الريدنج اللي عندك في اليونت وعلم على اي جملة استخدمنا فيها القاعدة دي. احنا اليونت بتاعنا بيتكلم مثلا عن الازمنة، اقرأ الريدنج واي جملة فيها زمن من الازمنة اللي عندنا في اليونت علم عليها وقول لي الجملة دي اتعملت ازاي، او حاول تشرحها لي ليه هي معمولة في الزمن ده بالذات. رابع خطوة زي ما عملنا مع الكلمات هتحل كتير قوي على القواعد بس من غير مساعدة. مرة تانية من غير مساعدة، لازم انت اللي تحل الاول عشان لما توقف سؤال وحد يجي يشرحه لك على اليوتيوب مثلا تبقى عارف انت وقفت فين وتبقى عارف الحتة اللي ناقصاك. وبرضو علم على الاسئله اللي وقفت معاك بحيث لما تيجي تراجع اليونت بعد كده تبقى عارف ايه الحاجات اللي كانت واقعه منك لما جيت تذاكره اول مره. ولما تتفرج على حد بيحل قدامك ما تاخدش منه اجابه السؤال ده وبس، لا خد منه طريقه تعامله مع السؤال، ده اللي هيساعدك انك تحل اسئله تانية كتير. في حاجه اخيره، لو التزمت بيها الفتره مستواك في الانجليزي هيتحسن بشكل كبير جدا. اكيد انت ليك هوايات او حاجه معينه بتحبها، امسك الحاجه دي كل يوم اقرا عنها صفحه واحده بالانجليزي او اسمع لها فيديو برضو بالانجليزي. اي حاجه بتحبها كل يوم اقرأ عنها صفحة او اسمع لها فيديو، بس الاثنين دول يكونوا بالانجليزي. ده هيخلي اللغة بالنسبة لك تكون مألوفة ومنطقية. النقطة دي لوحدها كفيلة بخلال شهر او شهرين تخلي مستواك في الانجليزي احسن من الاول مليون مرة، فما تكسلش انك تعملها. الانجليزي مش صعب ومش عقدة، الانجليزي لغة محتاجة منك تتعامل معها بالمبدأ ده، وهتلاقيها بعد كده بقت اسهل مادة بالنسبة لك. كل الكلام اللي قلته النهارده للناس اللي عندها مشكلة في مذاكرة الانجليزي، اما لو مستواك كويس والدنيا ماشية في الانجليزي فمش محتاج قوي انك تطبق الخطوات دي. ولو عندك اي اقتراحات تساعد بيها الناس ممكن تكتبها في التعليقات. شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو.